بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف دلوقتي مع بعض مثال عملي على بناء سيارة بالسيناريو اللي احنا شفناه في المحاضرة اللي فاتت لما عرضنا اليوم ميل. هنشوف ازاي بقى نطبق البيلدر باتر عشان امشي نفس السيناريو. انا عندي سيارة، السيارة دي مثلا بتتكون من اكتر من جزء، وانا عايز ابني الاجزاء دي، تمام؟ ابني السيارة باستخدام الاجزاء دي. تعال نشوف مع بعض كده. ده كلاس البرودكت بتاعنا. كلاس البرودكت ده عبارة عن ايه؟ طبعا انت ممكن يكون عندك اكتر من سيارة، اكتر من نوع، صح كده؟ فمش معقولة ان انا هعمل نوع او هعمل كلاس مخصص لكل نوع. اكيد في حاجات مشتركة ما بينهم، اكيد في اشياء مشتركة ما بينهم. فالبرودكت ده تمام عبارة عن جنرال اوبجكت، يعني ده برودكت ايا كان ايه هو البرودكت. ممكن يكون سيارة، ممكن يكون حاجة تانية، تمام؟ فالكلاس بتاع البرودكت ده مسؤول ان هو يجمع الاجزاء بتاعة الاوبجكت. لو هو سيارة مثلا، خلاص يبقى ده دلوقتي المفروض يجمع اجزاء السيارة، اوكي؟ فوليكن انا عندي هنا ليست، الليست دي او لينكد ليست اوف سترينج. انا هستخدم السترينج بحيث نكتب جمل توضيحية فقط عشان نوضح الغرض من الباترن ده. وليكن الليست دي انا هسميها بارتس، الاجزاء، تمام؟ يبقى كلاس البرودكت ده بداخله نسخة او بداخله ليست فيها اجزاء السيارة، المفروض هخزن فيها اجزاء السيارة، تمام كده؟ طيب، وفي الكونستراكتور انا بخليها نيو ليست. بعد كده المفروض ان انا اقول له يا برودكت، انادي على البرودكت واقول له اد بارت، صح كده؟ فادي له البارت اللي انا عايز اضيفه، زي ما شفنا في المثال بتاع السياره، اد بودي، اد ويلز، اد لايت، اد كولر، وهكذا. في كل مره بضيف له جزء معين. في النهايه خالص البارتس دي هي اللي بتكون لي الاوبجكت. يعني في النهايه خالص البرودكت ده تمام هيكون شايل بداخله مجموعه الاجزاء اللي بيتكون منها الاوبجكت بتاعي، تمام؟ اد لاست دي الميثود الخاصه باللينكد ليست، ان هي تضيف الايتم ده في اخر الليست، اخر عنصر في الليست، بتشوف اخر عنصر فين وبتضيف بعده عنصر جديد. لو مش عارف الفرق بين الليست واللينكد ليست ممكن نتكلم عنه ان شاء الله، او وضحوا لي ده في التعليقات ونتكلم عنها في محاضره جديده. طيب، عندي كمان ميثود اسمها شو. الميثود دي وظيفتها دلوقتي ان هي فقط بتعرض لي البارتس اللي موجودة عندي. احنا اتفقنا ان البارتس دي عبارة عن string، تمام؟ فانا هكتب فيها كلمات. في النهاية خالص عايز اشوف الكلمات اللي انا كونتها دي اللي هي المفروض بتمثل الاوبجكت بتاعي. فوظيفة الميثود اللي اسمها show هي اللي تعمل كده، تمام؟ وبداخل الشو خلي بالك احنا برضو استخدمنا مين؟ string builder. طيب، ده كده class البرودكت. يبقى اذا اي برودكت لازم يكون شايف مين او لازم يستخدم مين؟ البرودكت class، تمام؟ طيب، عندي الكلاس بتاع السيارة. لو جيت تشوف معايا كلاس السيارة دلوقتي بداخله ايه؟ بداخله نسخة من البرودكت اهو، من كلاس البرودكت. ليه بداخله نسخة من كلاس البرودكت؟ لان انا هبدأ اخزن اجزاء السيارة في كلاس البرودكت، هو ده اللي مسؤول عن كده، تمام؟ وكلاس السيارة ده بينهرت من الاي بيلدر انترفيس، طيب، او بيمبلمنت الاي بيلدر انترفيس. تعال نشوف الاي بيلدر انترفيس. دي كده انترفيس اهي، بكل بساطة بيدخلها الخطوات اللازمة لانشاء السيارة. اول حاجة ان انا بعمل start للoperations بتاعتي، ابدأ العملية، وبعدين مثلا ابدأ البادي، وبعدين اعمل insert للعجلات، وبعد كده اضيف الاضاءة، وبعد كده خلاص خلصت العملية كلها، وبعد كده اقدر ارجع له نسخة من البرودكت. طبعا البرودكت ده في الحالة دي هيكون سيارة، لو انا استخدمت كلاس الكار البرودكت بتاعها هيكون سيارة، تمام؟ طيب، ده كده الانترفيس البيلدر، وده يعتبر البيلدر في اليوم ميل اللي شفناه، تمام؟ فطبعا في كونكريت بيلدر اللي هو هيعمل امبلمنتيشن للبيلدر ده، اوكي؟ طيب، مين الكونكريت في حالتنا دي؟ الكار هي دي اللي هتعمل امبلمنتيشن للميثودز اللي احنا شفناها في الاي بيلدر، تمام؟ هي المسؤولة. يعني هي دلوقتي الكار ده كلاس الكار هو اللي يعرف البيلد بادي دي بتتم ازاي. انا كيوزر خارج الكلاس او هستخدم الكلاس انا معرفش عمليه البيلد دي بتتم ازاي، تمام؟ دي مسؤوليه الكلاس بتاع الكار. فيجي هنا الكار عنده مثلا البراند نيم، وعنده نسخه طبعا من البرودكت زي ما اتفقنا عشان يخزن فيها البارتس بتاعته. في الكونستراكتور اول حاجه بيبدا بيها بيقول لك حدد لي البراند، تمام؟ وبيبدا يعمل برودكت جديد ويخزن البراند نيم بتاعه. بعد كده الستارت اوبريشن، فبقول له والله البرودكت دوت اد، تمام؟ طبعا الاد دي المفروض ان هي تاد بارت، تمام؟ فبقول له الكار موديل مثلا كذا، ده البارت الاولاني. والله لو قلت له بيلد البادي
خلاص هيروح يضيف لي سترنج كمان في البارتس بتاعه البرودكت ده اسمها بادي اوف كار، وهكذا بقى الامبلمنتيشن بتاع كل ميثود. تمام، وادي هنا اضافه الاناره واند اوبريشن. خلاص لو انا خلصت في النهايه خالص برجع النسخه بتاعه البرودكت. تمام، لو انا جيت بقى قلت له برودكت دوت شو، الشو دي هي اللي هترجع لي تفاصيل الاوبجكت اللي انا كونته هنا دلوقتي. تمام، طيب فين الدايركتور بقى؟ مين اللي انا هستخدمه؟ هل انا هستخدم بشكل مباشر الكار، هنادي عليه بشكل مباشر من الكلاينت بتاعي، ولا ايه بالظبط اللي هيتم؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في المحاضره اللي جايه. طبق الجزئيه دي ونكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا. شفنا في المحاضره اللي فاتت ان كلاس الكار بدا يعمل امبلمنتيشن للاي بيلدر انترفيس وبيدخله الخطوات اللازمه لانشاء سياره. طيب تعال نشوف مع بعض دلوقتي الدايركتور بتاعي. الدايركتور ده وظيفته ايه؟ ده بيدخله نسخه من البيلدر. تمام، طبعا اي بيلدر هنا انترفيس، فانا اقدر ابعت هنا اي بيلدر، اي حاجه بتامبلمنت الانترفيس ده، يعني سواء كان الكار او اي كلاس تاني انا هعمله يامبلمنت نفس الانترفيس. تمام، ودي الفكره ان عمليه الكونستراكشن موجوده دلوقتي في الاي بيلدر، ولكن الريبريزنتيشن ممكن يكون الكار، ممكن يكون مثلا موتوسيكل، ممكن يكون اي فيكل تانيه، ممكن يكون اي اوبجكت تاني يعمل امبلمنتيشن للاي بيلدر. تمام، بس يستخدم نفس عمليه الانشاء. طيب فهنا دلوقتي الدايركتور ده بداخله ميثود اسمها كونستراكت، بتاخد مني البيلدر اللي انا كنت شغال بيه وببدا ان انا اعمل البيلد، فبقول له ستارت اوبريشن وببدا ابيلد البادي والويلز وهكذا. تعال نشوف مع بعض ازاي في الكلاينت هستخدم الكلام ده. قبل ما نروح للكلاينت انا عندي برضو نفس الكلام بس كلاس تاني موتور سايكل، ده نفس الفكره ولكن نوع مختلف عن الكار، فبالتالي عمليه البادي او عمليه الويلز المفروض تكون مختلفه. تمام، يعني مثلا هنا المفروض يكون اللوجيك اللي بيبني الحاجات دي في الموتوسيكل مثلا غير اللوجيك اللي بيبنيها او غير الطريقه اللي بتتبني بيها في السياره، فاحنا حاطين هنا المثال ده باعتبار ان هدول تو اوبجكتس مختلفين، ولكن عمليه الانشاء واحده، نفس الميثودز واحده، ستارت اوبريشن وبيلد بادي وانسيرت ويلز، العمليه نفسها بتاعه التصنيع واحده. تمام، ولكن الشكل النهائي مختلف او البرودكت النهائي مختلف. تعال بقى نشوف ازاي هنستخدم الكلام ده في البروجرام. خلاص احنا كنا هنا بنستخدم السترنج بيلدر وشفنا ازاي قدرنا نستخدمه. تعال نشوف المثال بتاعنا على البيلدر باتر. اول حاجه خلاص انا بكتب هنا البيلدر باتر، بعمل نسخه من الدايركتور. تمام، طيب الدايركتور ده بيستقبل مني ايه؟ لو نفتكر كان بيحتاج مني نسخه من البيلدر، فبعمل نسخه من الاي بيلدر انترفيس وبساوي النسخه دي باي كلاس، اي كلاس بيعمل امبلمنتيشن للبيلدر او الاي بيلدر انترفيس. تمام كده، فانا دلوقتي هقول له والله انا هعمل نيو كار وليكن مثلا الموديل بتاعها جيب، وعندي بيلدر تاني هبني بيه، بس بدل ما هبني بيه سياره لا انا هبني بيه موتور سايكل. تمام، وليكن من نوع مثلا هوندا. عمليه البناء هتتم ازاي؟ لو تفتكر عمليه البناء كانت عباره عن ايه، ان انا بستارت اوبريشن واد بادي واد ويل واد لايت وفي النهايه اند الاوبريشن دي، صح الخطوات دي كلها. انا ككلاينت دلوقتي بستخدم الكلاس، لا مش محتاج ان انا اعمل الخطوات دي كلها، انا بقول له الدايركتور دوت كونستراكت انشئ، هتنشئ مين؟ الكار بيلدر، انشئ للمنتج بتاع الكار بيلدر. تمام كده، وبعد كده اقدر اقول له كونستراكت انشئ للمنتج بتاع الموتور سايكل بيلدر. تمام، يبقى البيلدر ده دلوقتي ده اللي فيه الخطوات اللي انا هكونها، بعد كده الدايركتور بياخد الخطوات دي وينفذها ويرجع لي بالبرودكت النهائي. تمام، طيب هاجي هنا بقى انا خلاص عايز بقى اجيب العربيه بتاعتي او عايز السياره، المنتج النهائي عايز اوصل له. احنا اتفقنا ان المنتج النهائي عباره عن برودكت، صح، سواء الكار او الموتور سايكل او ايا كان، في النهايه هيرجعوا لي ببرودكت، فانا بقول له البرودكت الكار مثلا ايكوال الكار بيلدر دوت جيت فيكل. تمام، فالدايركتور هنا عمل عمليه البناء، نفذ عمليه البناء. تمام، زي ما شفنا الكونستراكت هنا بتعمل ايه، تعال نرجع لها تاني. الكونستراكت بتعمل ايه؟ بتاخد البيلدر بتاعي وبتنادي على الميثودز اللي جواه بالترتيب اللي انا عايزه، ممكن الترتيب ده يختلف
تمام، بس انا مثلا انا محتاجهم او العمليات المنطقيه بتاعتي بتمشي بالترتيب ده، فبكتبهم بالترتيب اللي انا محتاجه. هو خلاص نفذ في البيلدر دلوقتي عمليه البناء، تمام. طب البيلدر نفسه اللي هو مين؟ كانت الكار مثلا في اول مره، او الموتور سايكل في تاني مره، ده الكونكريت كلاس بتاعي صح. والبيلدر ده ذات نفسه بداخله حاجه اسمها جيت فيكل، دي بتريتيرن البرودكت بتاعي. طب انهي برودكت اللي هو كان بيبنيه اصلا في الخطوات دي كلها؟ يعني هو في كل مره بينفذ او بيضيف حاجه للبرودكت ده. اول مره ضاف له حاجه مثلا، عمل ستارت للاوبريشن، ضاف البادي، ضاف العجلات، وهكذا. فكل مره عمال بيكون جزء من البرودكت ده، تمام. في النهايه خالص هيجي لي البرودكت بتاعي بالشكل الكامل. الهدف هنا ايه؟ شايف معايا عمليه انشاء الاوبجكت بتاع السياره مثلا، كل اللوجيك اللي فيها ده انا مش محتاج استخدمه بره في البروجرام. انا كيوزر او واحد بيستخدم الكلاس او بينشئ سياره مثلا او اوبجكت من كلاس السياره، خلاص انا مش محتاج انادي على الكلام ده كله، مش محتاج اعرف الترتيب بتاع عمليه الانشاء دي ماشي ازاي. العمليه المعقده لانشاء الاوبجكت دي انا مش محتاج اعرفها ولا اكون مسؤول عنها، تمام. فالهدف هنا كان كده، ده هدف البيلدر باترن، اوكي. طيب فجيت قلت له دايركتور دوت كونستراكت، خلاص عمل عمليه البناء، فنده على كل الخطوات اللي داخل البيلدر باترن، فبدا البيلدر باترن او البيلدر كلاس بدا ان هو يكون الاوبجكت بتاعه. في النهايه خالص البيلدر بتاعي في بداخله ميثود ترجع لي البرودكت، فانا دهت عليها. تعال نشوف مع بعض لو انا جيت نفذت الكلام ده. اجي اقول ران، وهنشوف الموتور سايكل وهنشوف الكار. طبعا احنا هنا بناخد مثالين عن الكار وعن الموتور سايكل، تمام. لو تلاحظ معايا الاثنين في النهايه بعرف اوبجكت من نوع الانترفيس، ولكن الاساينمنت او بساويه باوبجكت مختلف، مره كان الكار ومره كان الموتور سايكل. طب انا ازاي قدرت اعمل الحركه دي؟ لان الكار بيعمل امبلمنتيشن للاي بيلدر، والموتور سايكل هو كمان بيعمل امبلمنتيشن للاي بيلدر. تعال نشوف النتيجه بتاعتنا. بص معايا، اول حاجة ادي البيلدر باترن بتاعي، قال لك عملية الكار او الكومبوننت بتاعت الكارز بدأت، تمام. الموديل بتاعها كذا، وبعدين اهو ضاف البادي، وليكن ده عملية تصنيع البادي، وبعدين ضاف العجلات، وبعدين ضاف الاضاءة، تمام. وده كده يعتبر البرودكت بتاعي بتاع السيارة، ده البرودكت، تمام. انا هنا بكتب ايه؟ بكتب الكار دوت شو، زي ما شفنا في الكلاس بتاع البرودكت، وظيفه الميثود اللي اسمها شو ان هي تعرض لي الخصائص اللي جوه البرودكت. تعال نبص عليها مره ثانيه اهي، وظيفتها ان هي بتشوف البارت اللي موجوده عندي في الليست بتاعت البارتس، وتبدا ان هي تعرضها لي، تمام. بتكون لي البارتس دي وبتعرضها لي از سترينج، تمام. فهي عرضت لي الاوبجكت بتاعي. كذلك الامر الموتور سايكل نفس الكلام، تمام. بدا ان هو يعرض لي الاوبجكتس بتاعتي. طيب تعال نبص باختصار سريع، نراجع اللي احنا عملناه ونشوف المختصر بتاعه. اول حاجة انا عندي عملية انشاء اوبجكت، الاوبجكت ده بياخد خطوات كتيرة، بدأت ان انا افصل الخطوات دي بعيدا عن الكلاينت اللي هيستخدم، او بعيدا عن الريبريزنتيشن بتاع الكلاس ده. ازاي قدرت اعمل كده؟ عن طريق انترفيس، وكلاسي امبلمنت الانترفيس، وجنرال كلاس اللي هو البرودكت بتاعي، ودايركتور ده اللي بيقوم بترتيب عملية الانشاء او بترتيب خطوات الانشاء، تمام. الكونكريت بيلدر بتاعي اللي هو كان الكار اللي بيمبلمنت الانترفيس، وكان الموتور سايكل في المثال بتاعنا. اتمنى يكون المثال واضح وان شاء الله تطبقه. وما تقلقش، مش كل الباترنز اللي احنا هنتكلم عنها يبقى انت بالضروره تستخدمها وانت بتصنع برنامج، لا، مش بالضروره ان انت تستخدمهم كلهم، انت ممكن ما تحتاجهمش اصلا كلهم، تمام. يعني ممكن تلاقي نفسك فتره طويله جدا انت مش محتاج تستخدم البيلدر باترن مثلا، لان هو اصلا يعني الشيوع بتاعه في الاستخدام مش بدرجه كبيره جدا مقارنه بباترنز اخرى. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس، وان شاء الله يكون سهل، ولو في اي استفسارات تحت امركم. شكرا والسلام عليكم.